السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه يا شريف بيه، خسرتوا له ده كأنه فص ملح ودير. انا مش شغال معايا حريم ولا رجاله، يقلبوا عليه الدنيا. تمام يا شريف بيه، اقفل يا غبي. الو واضح ان معايا اتصال تليفوني، ونقول الو. الو حضرتك معانا في برنامج حبوا بعض. هو انا حضرتك على الهوا؟ حضرتك فعلا على الهوا. طب ما حل كده بقى، انا عندي مشكله صغيره كده بسيطه عايز اقولها. طب مش نتعرف على حضرتك الاول؟ تتح عبد الحميد حافظ. هي دي الاسامي. قول يا استاذ تتح. تتح حضرتك. قول يا استاذ تتح، ايه مشكلتك؟ بص يا سيدي، دلوقتي من كم فتره وجيزه كده، وانا وقاعد، راحت حصلت مكالمه نت بيني وبين فتاه تدعى اميره. الله، مكالمه نت ايه خلي يكونوا سامعينك؟ وقعدت بقى تصرخ وبتاع واسمها اميره، وقعدت تستنجر بيا. هو ده الحب اللي بندور عليه، من مكالمه تليفون قد يتولد الحب. حب ايه واولاد ايه؟ انت بتكلمني من اوضه النوم؟ مناص قول لي انت لابس قميص نوم لونه ايه؟ بص حضرتك، انا عايزك ايه، واخد رقم تليفوني دلوقتي حالا وتنصره على كل ال، يبقى مصر كلها تبقى عارفه الرقم ده. نورك موبايلك يا نهار اسود يا نهار اسود. عايز تسيح برقمك لمصر كلها علشان توصل لامير؟ لا يا سيدي، انا عايز اوفر بس كود السحن، عشان انا خلاص بقيت في المنص، انا خلاص هحول الخط بتاعي ليميت. قول الرقم يا تتح. يلا اكتب بقى معايا كده، كله حضر ورقه وقلم ومرايه كده في اللذيذ. يلا اكتب 01، خلاص 01 01، اصلع على 01 10 10 10 0 10. اعزائي المشاهدين، اسف ان دموعي غلبتني، رقم تتح على الشاشه قدامكم اهوت، وحاسبكم مع اغنيتي المفضله تترجى فيا. افضل بكلمك بعدين. ازيك يا اميره؟ تاخدي موزه؟ حرام عليك، هتموتي كده من قله الاكل. موبايلي ما شفتيهوش؟ لا. ايه اللي انت عملته ده يا خالي بس؟ بتديهم نمرتك على الهوا؟ انت نسيت الناس اللي احنا هربانين منهم؟ ايه هادي؟ ما تقصد في الناس. انا خلاص ضميري استريح وعملت اللي عليا خلاص. بقيت مطمن ومتزائم. فسيبني بقى عندي الحاله بقى اللي انا فيها دي بقى خلاص. قابل بقى. مصر كلها تستلمنا دلوقتي. طب بص يا هادي، لو جابر الابرازي او خميس الحديدي قول لهم ان انا عندي ميتنج في الحمام جوه، قول لهم ان انت كمان السفراني. ايوه خدام سيدي محسن بيه كده. علي صوتك شويه مش سامعك. الو الو، انا مش سامع حاجه يا خالد. الو الو، ايوه انا اللي كلمتك على النت، انت سامعني؟ الو يا ستي، واحنا ناقصين بقى همس وغمز ونتقلب بقى؟ ما خلاص بقى بطلوا بقى شغل الخط الساخن ده، خلاص احنا عندنا سبب مراهق. ممكن بقى نجرب النمره اللي بعديها؟ لا خلاص يا هادي، خلاص كده يا خالد، هم كلهم كام نمره؟ خلاص يا هادي، خلاص بقى انا تعبت كده خلاص. الله اجمد يا خالي، 2 مليون جنيه. صدق 2 مليون من بردك، تخيل واحد زمانه تلف كده بردك. اسحب الجحس اللي جاي، اسحب اتفضل. ايوه كده خلاص. اكتب بقى اللي تحت اللي انت عملت عليها الحركه دي، اللي تحتيها على طول اوعى تغلط. ها حاضر يا خالي، 01 ايه؟ خلاص 01. انا كتبت حاضر. خلاص اكتب 01 بقى. خدت يا خالي خلاص بقى. انت بتعصب عليا يا هادي؟ خلاص بتعصب عليا؟ بس قلنا خلاص، ولا انت خلاص بقى؟ 01. ده تهيألي انا صحيح.
مين؟ مين ايه ده اللي نمرة مطلوب كده؟ انت تعرفه؟ يا اخي ده نمرة ده الو؟ بقول لحضرتك ايه؟ انا بتصل والعياذ بالله والله محفظنا بخصوص الورق. غني بلاس اسيبه. اتفضل ارتاح. شكرا. شكرا خالص. تحب تشرب ايه؟ كافيه لاتي ولا اكسبريسو ولا نسكافيه؟ ولا تحب تاكل شوكولا نوار؟ ولا اقول لك شكلناها حلوه قوي قوي؟ ولا خد موزه او تفاحه او خد مكسرات؟ مش عايز حاجه خالص. انا مش عايز حاجه خالص. انا جاي لحضرتك على خاطر الورق. انا هديك الورق. خساره يا ولادي. كده برضه يا ولادي. ايه ده؟ اطفيها. انت بتعمل ايه؟ تعال تعال قرب. بص انت بني ادم. انت ايه؟ بني ادم. ودي ايد مش طفايه. دي ايه؟ ايد مش ايه؟ مش طفايه. برافو برافو عليك يا حبيبي برافو. اما بتفهم بتبقى لطيف قوي. مرتي خالص. ايه ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ انت ايه؟ انا بني ادم. انت حيوان. هات المنفضه. انت ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه؟ انا من سجادة. انت سجادة. انا من سجادة. انا بني ادم بقى. لا انت سجادة. السجادة خلاص. انا ماشي خلاص. انت سجادة. خلاص بقى. انت سجادة. خلاص. بس. خلاص خلاص. على انا ماشي. عشان ايه؟ مش قاعد. انا ايه؟ ماشي. عشان ايه؟ مش قاعد. خلاص كده خلاص. طب ما انت تضربي بالمضرب. خلاص خلاص خلاص. ما انت تضربي بالمضرب ليه واحنا عارفين؟ اقعد بقى يلا اقعد. مين هياكل الحاجات دي كلها؟ اجريك نسناس بقى عشان خاطر يقعد يتسلى فيه. انا مش عايزك تزعل مني ابدا. باردون. خلاص بدون شك مسامحك. طيب انت كنت عايز الورق؟ يا ريت. صحيح الورق انت بتنفذيه نازله فيها ضرب وتهزيه. انا هديك الورق. تعال معايا. تعال. حاضر جاي. يا ست يا ست يا ست انا عايز الورقه عشان خلاص بقى. انا عايز رملص. عايز بقى عشان خلاص بقى. خساره خساره يا اولادي. خساره على سنين عمري اللي قضيتهم في تربيتكم. في 60 داهيه تعبي وشقايا وحبي وحناني عليكم. في 60 داهيه. لا 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 خلاص. طيب يتقطع لساني قبل ما ادق عليهم. خلاص خلاص. طيب انا مش عارف انت بتتكلمي على ايه. مرسي خلاص. طولت رايا حتى من القلب. انا يعز عليا قوي افضل وقلقانين مستنيين ان انا اموت عشان يتمتعوا بالفلوس. انا مش عايزه ابقى عابه في طريقهم. انا شبحت خلاص بالحياه. انا عايزه تقول لهم امكم بتحبكم قوي. قول لهم قلبي وربي راضي عليهم. اتفضلي يا هاني من الورق. وإذا كان على الورق. الورقة اتفضل. اتشرفت قوي بمعرفتك. فرصة سعيدة خالص. رفقان. يا بنت! أنت اللي زقيتها. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله استريحت. عاشت وربت وكبرت وكان عايزين الموتى المسنين. ولاد هجوم. امي ماما. امي مالك يا ماما؟ ايه اللي حصل يا جماعه؟ عملتوا لها ايه؟ انت السبب. انا السبب. بس ايه؟ انتوا ولادها؟ ايوه احنا ولادها.
ايوه يا عم ولادها. خلاص سكت ولادها. عايز ايه يا عم دلوقتي؟ خلاص لا الحمد لله. واللي انت كنت عايزينه منها خلاص اهي اديلكم تنازل اهو. مش هو ده التنازل اللي انت كنت تجيبه راحتك قطر تموت؟ خلاص يا ماتت خدوا بقى واتباعوا بقى بالحياه اللي بتاعتهم. وانا هتجيبوا حضن الضنا والام خلاص تاني منين؟ ما يخرب بيت امك انت وهو.